ها هي البداية إذن. يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. حكيمي كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. يبحث عن المهاجم، إمكانية مرتدة الآن، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. وكأن الفريق لا يقدر على صنع الفارق أو تحدي منافسه في مثل هذه الكرات. تحكم رائع في الكرة الآن بدون رقابة، عنده فرصة كبيرة. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. كان يحاول خلق الخطورة من خلال مجهود فردي، لكن دائما الكثرة تغلب الشجاعة. كان أنانية بعض الشيء. يستقبل كرة في وضعية ممتازة. منير محمدي شتت الكرة بعيدا. كانت انطلاقة مميزة، لكن ما الذي حدث هنا؟ يلعب كرة على اليسار، والآن لديه فرصة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. تسديدة في اتجاه المرمى، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. يحصل عليها منير محمدي. أكرد يلعب كرة إلى الأمام. تلعب الكرة إلى الأمام. يلعبها أرضية. بدر بانون. حكيمي ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة طويلة للأمام، يلعبها في المساحة. قد تكون هذه فرصتهم. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الآن فرصة لهجوم معاكس. هذه هي كرة القدم. كرة طولية إلى الأمام. أيمن حسين مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة.
العراق ومحاولة مع المرتدة. الخطورة الآن في الجانب الآخر، كرة إلى الأمام، تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة. يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. الآن إمكانية المرتدة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، الكرة ملعوبة من مسافة، يلعبها لمنطقة الخطر، كرة إلى الأمام، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إنذار شفهي للاعب. باتجاه المرمى، أيمن حسين يبحث عن المهاجم، لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط، يحتسب الحكم ركلة حرة. أيمن حسين عدت الكرة، تسديدة، أيمن حسين لمسة على اليسار، قراءة ممتازة من الدفاع، يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام، يمر ويلعب كرة بينية، يسدد الكرة، يكون عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. بدون مخاطرة يعود بالكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعب كرة على اليسار. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. المغرب بدأ بشكل مثالي، نجح في التقدم في النتيجة، فرض الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ.
يحاول أن يسدد الكرة من هنا. الحارس بالكاد وصل إليها بصعوبة كبيرة. فرصة هيد، محاولة تسديد، يلعب كرة ضربة راسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. مزروعي لم يعرف كيف يرسل تمريرة بينية سليمة، يرسل كرة إلى الأمام. تاغناوتي يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، كرة طولية مباشرة للأمام. أيمن حسين، يا لها من كرة لكنها في الأخير بعد مجهود رائع جدا. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز، يعرف أنه كان عليه بذل مجهود أكبر في التمريرة البينية حتى لا يقطع الدفاع. تمريرة طولية إلى الأمام، عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. تاغناوتي يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. كرة إلى الأمام، طولية إلى الأمام، انطلاقة قوية لكن قابلها دفاع أقوى. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، يمر بشكل جميل. حكيمي يثبت أنه يلعب من أجل الفريق في كل مكان، سواء في الدفاع في الهجوم. يلعب كرة طولية، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. هجمة مرتدة الآن وصلت إليه، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. منير محمدي، يلعبها طولية، يسيطر على الكرة، لمسة على اليسار، عنده مساحة خالية على الطرف. عرضية،
يلعبها إلى الأمام، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يلعبها على اليمين، هل ينجح في المرور ويلعب العرضية؟ ينجح في إبعاد الكرة. ركنية جديدة. يلعبون ركنية قصيرة. هنا على الطاير. قابل الكرة بشكل جيد لكن كان يحتاج إلى دقة أكثر، إلى تركيز أكثر. مشاكل كبيرة في الدفاع، واضح أيضا أن المدرب سيواجه أزمة كبيرة جدا في هذه المباراة بسبب دفاعه. يلعب الكرة إلى الأمام. تاغناوتي. يلعب كرة طولية إلى الأمام. كرة عدت ولم يتبس. ممتاز في التمرير. ويلعب كرة رأسية. يا إلهي، جول! أجمل كرة عرضية واستحقت نهاية جميلة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة طولية إلى الأمام. اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. فرصة كبيرة لكنها ضاعت بسبب هذه الأخطاء في التمرير. مباراة مثيرة هنا اليوم، واضح أن هناك عزم من الفريقين على تقديم كل ما لديهم في أرضية الملعب. هنا يمر، والكرة العرضية. رومان سايس يبحث عن المهاجم، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. يلعبها لمنطقة الخطر. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. تمثل هذه الكرة أي تهديد. مرت الكرة بشكل جميل. تمريرة جميلة.
معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. يلعب كرة عرضية، يلعبها ببراعة. أخطأ لكنها مرت بسلام. باتت ومرت، وصلت إليه. والتسديد لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. منير محمدي يشتت الكرة. أيمن حسين. بدر بانون، والآن فرصة للتحول الهجوم. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب الكرة إلى الأمام، يلعبها طولية. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. بإمكانه إبعاد الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب كرة بينية، يلعبها ضربة رأسية. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. عمل رائع من الناحية الهجومية في المرور ولعب الكرة العرضية، لكن الدفاع هنا كان ضعيف بصراحة بعض الشيء. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة. كانت تبدو واعدة هذه الهجمة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. سايس يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. تسديدة من أول لمسة. هدف عكسي لم يكن منتظر بالمرة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا.
من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أيمن حسين، مرت الكرة، يستقبل الكرة في وضعية ممتازة، يتعثر ويفقد توازنه، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. يلعبها مباشرة، فرصة للتسديد، الكرة إلى خارج المرمى، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، لمسة بينية، استلام جميل الكرة، يتقدم بقوة بدنية كبيرة، كرة إلى الأمام، الآن فرصتهم للمرتدة، مزروعي يعيدها إلى الحارس، لمسة إلى الهجوم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، بدر بانون، فاتت ومرت وصلت إليه، عدت الكرة، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة، هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. لعبة جميلة هنا، يلعب كرة داخل الصندوق، تمريرة بعيدة بدون خطورة، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، فرصة هجوم معاكس، يجب أن نشيد هنا بالدفاع اللي منع الهجوم رغم الانطلاقة اللي كانت تبدو واعدة وتشكل خطر كبير جدا لولا تألق هذا الخط الدفاعي الرائع. تحكم غير عادي بالكرة، يزول خطر مؤقتا بعد تدخل سريع من المدافع على الكرة الأرضية، الآن تحولت إلى ركنية، تشتيت الكرة، قد تكون هذه فرصتهم، يقطع الكرة، الكرة ملعوبة من مسافة، كرة طولية إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. تلعب الكرة إلى الأمام،
صراحة الضغط كان أقوى من أن يتحمله. يحاول أن يلعب كرة بينية، وصلت إليه، بينية رائعة، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. ذراع ممتازة وقطع للكرة. رومان سايس يبحث عن المهاجم، كرة طويلة للأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيمي يمر عرضية داخل منطقة الجزاء، موجود هنا لقطع الكرة. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. يلعب كرة على اليسار، مهارة كبيرة في الاستلام، أيمن حسين، أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. مزروعي، الكرة ملعوبة من مسافة، يسيطر على الكرة، في النهاية القرار ضربة مرمى. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، حاول للعب تمريرة طويلة لكن ضائعة هذه الكرة. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، يستعيد الكرة بعد ضغط قوي. رومان سايس يلعبها لمنطقة الخطر، فرصة خطيرة. والآن فرصة موجودة، ثقة كبيرة أظهر الدفاع هنا في التحدي، انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. كرة طولية إلى الأمام، العراق يجب أن يفكر في حلول عملية في أرضية الملعب للاستفادة من الكرة. تسديدة في اتجاه المرمى، هذا التصدي كم كانت كرة صعبة وكم كان حارس رائعا، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. يحتسب الحكم ركلة حرة،
تغيير اتجاه اللاعب على اليمين عند المساحة الخالية على الطرف. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة، اعتمد على نفسه أكثر من اللازم في الكرة الأخيرة. لا يمكنك أن تواجه هذا الخط الدفاعي لوحدك. يلعب كرة للجانب الأيمن، ومهارة غير عادية بالكرة، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يندفع بقوة إلى الأمام، مرت الكرة بشكل جميل، يسدد الكرة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، تصل الكرة إلى الحارس مباشرة. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى تمريرة كارثية يا جماعة. أفقد الخصم التركيز، التوازن. بدر بانون، كرة طولية إلى الأمام. الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة، لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الأمر. ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. كان يحاول الدوران لكن الدفاع هنا منع من مواصلة سعيه نحو خلق فرصة حقيقية على المرمى. يلعبها إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة جميلة تخترق لعب، وكرة في اتجاه المرمى. كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. يتقدمون بفارق هدفين الآن، هدف غير الأجواء هنا في الملعب على الأقل من جانب واحد. تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، الكرة اللي كانت في منتهى القوة. غريبة جدا ضاعت الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. يفقد توازنه،
يبحث عن زميله. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. أيمن حسين، تدخل جميل واعتراض أجمل. رومان سايس، يلعبها طولية، اعتراض رائع للكرة، يحاول إرسالها بدقة إلى الأمام. ضاعت التمريرة بعيدة، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ منير محمدي، يلعب رمية التماس، إمكانية مرتدة الآن. المغرب بدأ الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة ونجح في التسجيل. الآن عليه التركيز على الحفاظ على تقدمه، محاولة فرض أسلوبه في الملعب وعدم ترك أي فرصة للخصم. في الوقت المناسب يتدخل منير محمدي، يلعب كرة طولية. مزروعي فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية، يرسل كرة إلى الأمام، مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. مرت الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. مرت الكرة بشكل جميل، لديه مساحة هنا، يلعب تمريرة عرضية. كرة طولية إلى الأمام، كرة طويلة بعيدة جدا، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، وكرة رأسية. بنوا الهجمة بشكل رائع جدا، لكن كان ينقصهم اللمسة الأخيرة اللي كانت في هذه لقطة مخيبة للأمال. تجاوز ولعب كرة عرضية كان يمكن تفاديها، لكن الدفاع لديه مشاكل في مباراة اليوم، بعض المواقف تؤكد لك ذلك. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. تدخل في توقيت حاسم، أعتقد حان الوقت لكي يفكر المدرب في الدكة في استخدام التغييرات المتاحة. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة، في وقت مناسب جدا يقطع الكرة، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، لمسة إلى الهجوم. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل.
مزروعي، لمسة على اليسار، بينية جميلة في المكان الخالي، عدت الكرة، يبعد الكرة إلى بر الأمام ويسدد. يا إلهي، كرة كانت قريبة جدا. أيمن حسين يسيطر على الكرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. محاولة لرد الخطورة، تحول سريع في الملعب، ضغط قوي وينجح في استعادتها، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يلعب رمية التماس، يرفعها داخل 18، بعيدة هذه الكرة عن أن تكون عرضية. كرة طولية مباشرة للأمام، انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. كرة طولية ممتازة نحو الهجوم، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطأ. مزروعي، تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. يلعبها طولية، تاغناوتي، مزروعي، يلعب كرة على اليسار، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات، يلعبها ببراءة. طويلة للأمام، هجمة مرتدة الآن، تمريرة بينية، لمسة في المساحة الخالية، أيمن حسين، ركنية قصيرة، وهذه رمية جانبية، تسديدة من أول لمسة، الآن إمكانية المرتدة، منير محمدي، تخرج إلى رمية التماس، يحاول تمريرها من بين المدافعين إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس،
فاتت تسديدة روعة روعة روعة، الكرة في المرمى هو صاحب آخر لمسة ومن حقه الاحتفال حتى لو غيرت الكرة من مسارها. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن. أكرد يلعب كرة طولية إلى الأمام، لمسة على اليسار، والتسديد لم يكن محظوظ. الفرصة الخطيرة جدا، أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. المغرب ما زال يحاول هجوميا رغم انه متقدم في النتيجه، هذا يبرز شخصيه الفريق وافكار المدرب. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطا. أيمن حسين أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة يطلق صافرته. نعم ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إمدار شفاهي للاعب. لعبها مباشرة أمام فرصة للتسجيل. العراق مستعجل بعض الشيء أمام المرمى، الوقت يمر ويضغط على الفريق بالتأكيد لإدراك التعادل قبل النهاية. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، كان لابد من التشتيت. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. أيمن حسين يلعب كرة على اليسار، هل ينجح في المرور؟ يلعبها على طرف الملعب، لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. يحتسب الحكم ركلة حرة.
مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعبها ببراعة، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. المغرب يحاول إيجاد حل، تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. كرة تمر بسلام على المدافعين. المغرب ممكن يستغل هذه الفرصة. الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى. أيمن حسين، كرة إلى الأمام، فرصة سانحة للتسجيل. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، ويعود بالكرة إلى الوراء. العراق ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة بعيدة تماما عن المرمى. اختار أن يتجاوز المدافعين، توغل خطير جدا بمهارة عالية. تاغناوتي، منير محمدي يرسل كرة إلى الأمام، بينية تمر، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يستقبل كرة في وضعية ممتازة، قد تكون هذه فرصته. تسديدة من أول لمسة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. تلعب الكرة إلى الأمام، يلعبها لمنطقة الخطر، والكرة تجاوزت الخط. هنا المغرب يجري تبديل آخر. كرة عرضية، يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. تجاوز رائع بالكرة. زياش يقطع الكرة، كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر، تدخل حاسم في توقيت رائع.
يحاول أن يلعب كرة بينية. لا يفقدون الأمل في الدقائق الأخيرة، ما زال يحاول فريق الإفلات من الخسارة وتحقيق التعادل. المغرب يحاول استهلاك الوقت المتبقي هنا. تمريرة جميلة. العراق عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس الدقائق الأخيرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. الآن تأتي الفرصة من أجل حسم الفوز في هذه المباراة وتعزيز التقدم في آخر الدقائق. والتسلل آخر. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. كرة طولية مباشرة للأمام. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مزروعي. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ المغرب تأتيه الإمكانية الآن لتعزيز تقدمه وقتل المباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية. أيمن حسين يتدخل ويقطع الكرة. يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأن الدقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. كرة طولية إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. تمريرة طولية إلى الأمام. وصلت إليه الكرة، تصل إليه. العراق يجب أن يركز في هذه الفرصة، لأننا نلعب في الدقائق الأخيرة ومطالبين بإدراك التعادل. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. هل تكون هذه هي فرصة التعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. لمسة على اليسار، والآن فرصة للتحول الهجوم. بينية رائعة. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يلعبها إلى الأمام. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. كرة من جهة اليمين. يا لعيب، كرة جميلة هنا، كرة جميلة. فرصة للتسديد. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. خسر المواجهة أمام خصمه. الله، ما أروع هذه اللعبة. ممتاز في التحكم. كرة خطيرة. أيمن حسين، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال الفرص بشكل أفضل.
رسم البريسنج ونجح في استعادة الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة، يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. من سيستلم هذه التمريرة؟ أيمن